السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض وعن الهجرة وعن كثير مواضيع في هذا الفيديو رح أجاوب عن سؤال إن سألته كثير من كثير ناس إنه متى بتصير القرعة العشوائية كيف نقدم إلى هجرة القرعة العشوائية شو الإجراءات كيف نجيب الصورة مواصفات الصورة إلى آخره مع انه انا اصلا فاتح القناه للممرضين فقط الا انه مش غلط نساعد الناس لانه كثير ناس بيرتفضوا بسبب اخطاء بسيطه عملوها في تقديم هذا الطلب. بالبدايه بحب اقول لك انا لا صاحب مكتب للتقديم ولا بدعم مكتب ولا بعمل له دعايه بس هذا كله خدمه لوجه الله. انا لا ادعو جميع الناس للهجره ولو انت قاعد في بلدك ومرتاح ومبسوط وراتبك مكفيك ما الك دخل في الفيديو. انت مش مخاطب بهذا الفيديو لكن لو انت حاب تهاجر شوف هذا الفيديو جيب ورقه وقلم واكتب ملاحظاتك وسجل معي ورقة وقلم اكتب معي ست الكل اللي بقول لك يعني اهاجر عشان اغسل صحون او ابيع جرايد بكل بساطه ما حدا اجبرك انك تغسل صحون او تبيع جرايد رقم اثنين ممكن تشتغل في الشغلات كبدايه تحسن وضعك ولما يصير معك فلوس تفتح البزنس الخاص فيك رقم ثلاث انت عارف اللي بيبيع جرايد قديش بيطلع في امريكا اهم نصيحه قبل ما نبلش اوعى تخلي حدا ينصب عليك الحكومه الامريكيه ما بتكلم حدا على الواتساب ولا بتبعت مسجات ولا بتبعت من ايميلات غير موثوقه الحكومه الامريكيه يا بتبعت لك ايميل على الايميل يا بتبعت لك رساله ورقيه مع ساعه بريد انه عندك موعد في السفر اليوم الفلاني فقط لا غير فلما يجي واحد يبعث لك ايميل من ايميل اخريته دوت كوم او اخريته اي شيء مش مكتوب فيه دوت جوف بيكون نصاب لازم الايميل يكون اخرته دوت جوف دوت يو اس يعني حكومي امريكي مش دوت كوم او دوت هذا الفيديو لكل الناس سواء ممرضين او غير ممرضين لكن انا بنصح الممرضين ما يشوفوا هذا الفيديو لانه ما بلزمهم لانه بكل بساطة انت كممرض لما تقدم على الوركينج فيزا او الاي بي ثري انت مقبول مقبول وبمدة زمنية اقل لكن لو انت ما معك شهاده لو انت ما دخل الجامعه لو انت نجحت بالثانوي العام وبعدها ما كملت هذا الفيديو لك شو هي هجره القرعه العشوائيه احنا بنعرف انه التقديم لامريكا يتم عبر اكثر من 170 نوع من انواع الفيزا لكن هجره القرعه العشوائيه هاي بتتم كل سنة تقريبا في شهر 10 أكتوبر في كل سنة يتم الإعلان عن بدء التقديم لهجرة القرعة العشوائية في بدايات شهر 10 ولنهاية شهر 10 أو بدايات شهر 11 ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين في نهاية شهر أربعة أو بداية شهر خمسة من السنة اللي بعديها واللي بينقبل بسافر بآخر شهر واحد أو أول شهر اثنين من السنة اللي بعد اللي بعديها فالسنه هاي احنا ب 2024 راح تقدم بشهر 10 لو انقبلت راح ينادوك بشهر 5 على المقابله لو بدك تجتاز المقابله راح تسافر بشهر 1 او شهر 2 2026 عشان هيك راح تلاقيهم كاتبين التقديم لهجره 2026 لانك لو انقبلت السفر كمان سنتين الكل بيسال متى التقديم السنه هاي 2024 راح يبدا التقديم يوم الجمعه 4 10 2024 الساعه 12 الظهر بتوقيت شرق امريكا او توقيت نيويورك بتكون تقريبا الساعة سبعة المساء في الأردن وفي مصر وتقريبا خمسة المساء في الجزائر والمغرب موعد انتهاء التقديم سبعة 11 عشر بيكون يوم ثلاثاء فالتقديم لمدة ثلاثة يوم برضو الساعة 12 الظهر بتوقيت نيويورك التقديم على هذا الموقع اكتبه واوعى تنساه وان شاء الله لما يبلش التقديم راح افوت واعمل لك التقديم قدامك خطوة بخطوة وفهمك كيف تعبي طبعا عشرات الملايين من حول العالم بقدموا لهذا البرنامج بعد هيك الكمبيوتر بفلترهم بشوف الناس اللي طلبوا مش مطابق للمواصفات بلغي اللي مثلا الصوره مش مناسبه اللي بكون في بعض البيانات مش ذاكرها اللي بكون في تضارب بين بعض البيانات اللي بقدم طلبين وثلاثه واربعه كل طلب بلغي الثاني فبيطلع في النهايه بضل مليون مليونين ثلاث ملايين طلب الكمبيوتر بختار منهم بالقرعه عشوائيا بدون اي معايير حوالي 120 او 130 الف طلب هذول الطلبات بعدها بست أو سبع شهور في حوالي شهر خمسة تقريبا بتكلموا معهم أو لهم إيميلات أنه كل واحد فيكم يجي على السفارة عشان مقابلة من المئة وثلاثين ألف بفلتروهم من كل اثنين أو ثلاث بيأخذوا واحد فالمئة وثلاثين ألف بيصفوا على خمسة وخمسين ستة وخمسين ثمانية وخمسين ألف بني آدم بهاي الحدود نصيب الأسد للدول العربية في هذا الرقم بالعادة بوخذوا 5000 إلى 6000 من مصر بوخذوا 3000 إلى 3500 من الجزائر زيهم من المغرب وحوالي 2500 2800 من الأردن وهكذا طبعا هناك دول ممنوعة من التقديم زي روسيا والصين، نيجيريا من جديد منعت، أفغانستان وهكذا فبدك تعرف بالأول بلدك مسموح لها تقدم ولا لا طبعا كل الدول العربية مسموح لها تقدم على هذا النوع من الفيز ويعتبر اسهل نظام هجرة بالنسبة لباقي الدول من ناحية انه الشروط اسهل. السنة هاي او من سنتين وجاي تقريبا بكفي انك تحط صور شخصية وتعبي الطلب فقط. لما يدعوك للمقابلة بتكون استخرجت جواز السفر. قبل وواحد 2021 كانوا يقولوا صورة شخصية وجواز سفر. حاليا من ثلاث سنين وجاي بكفي صورة شخصية فقط، فما الك حجة. في ناس بيسألوا لازم يكون عندي حساب بنكي لا يشترط وجود حساب بنكي ولا حتى يكون فيه دولار واحد هذا الحكي بنطلب منك في فيزا السياحة مش في فيزا القرعة لا يشترط منك النجاح في امتحان لغة لو بتعرفش تحكي كلمة انجليزي قدم بكفي منك صورة شخصية حديثة بس وفيما بعد راح اعمل لك فيديو عن مواصفات الصورة الشخصية المطلوبة للسفارة طيب شو الشروط عشان اقدم في هجرة القرعة العشوائية اولا صورة شخصية زي ما قلت لك الها مواصفات خاصة بكفي انك تروح على اي استوديو تصوير وتقول له بده صورة شخصية مخصوص للسفارة الامريكية فغالبا راح يكون هو بيعرف شو الشروط ويصورك اياها يبعث لك اياها على الواتساب يبعث لك اياها على الايميل يحط لك اياها على فلاش ميموري او على سي دي هو حر انا تصورتها كلفتني يمكن اربع دنانير يعني ستة دولار تقريبا ولو ما حداش بيعرف كيف صورك اياها انت بتقدر تصور حالك حتى بالموبايل وبتقدر تعدلها على موقع السفاره نفسه بعدين بفهمك كيف اولا الصوره الشخصيه ثانيا يكون معك ثانويه عامه على الاقل او ما يعادلها يعني لازم تكون درست 12 سنه في المدرسه باي شكل من الاشكال نظام جديد نظام القديم قبل السبعينات بعد الالفين مش مشكله او يكون معك خبرة سنتين على الأقل خلال آخر خمس سنوات في أي مهنة تحتاجها البلد أمريكا محتاجة صنايعية كثير بدها ناس مواسرجية بدها دهينة بدها بنيين بدها كهربجية سيارات بدها ميكانيكية بدها سائقين أليات ثقيلة شو ما يخطر على بالك هم محتاجين ف لو بدك تسألني كيف بدي اعرف المهنة تبعتي متاحة او غير متاحة على سبيل المثال في موقع اسمه onetonline.org ادخل عليه واكتب ميكانيكي كهربجي نجار حداد اكتب المهنة اللي انت بتشتغل فيها وشوف مطلوب ولا لا الشرط الثالث يكون عمرك فوق ال 18 سنة طبعا قبل ما تسأل 18 لقديش ما فيش حد اعلى لازم تكون فوق ال 18 لو عمرك 90 100 سنة قدم عادي ولو كان عندك اولاد بتقدم طلب اليك ومرتك واولادك تابعين إلك وبتقدم طلب للزوجه وانت والاولاد تابعين إلها هيك بتصير فرصتك في القبول الدبل، طب لو عندي اولاد عمرهم فوق ال 18 بتقدم طلب إلك ولزوجتك والاولاد اللي تحت ال 18 لحال وابنك او بنتك اللي فوق ال 18 بقدم طلب لحال، لو انت انقبلت وهو ما انقبل انت بتسافر وهو بيلحقك بعدين، لازم تتاكد انه بلدك من الدول المسموح لها بالهجره موجوده على موقع الخارجيه الامريكيه راجعها. فيما بعد لما يصير في مقابلة وتنقبل راح يطلبوا منك حسن سيرة سلوك فإذا كنت عليك مشاكل أو قضايا أو ما بتقدر تطلع حسن سيرة سلوك لا تقدم فيما بعد راح يطلبوا منك فحص طبي حكيت عنه قبل هيك بالتفاصيل ارجع لهذا الفيديو بتفهم شو بدهم يعملوا لك طيب أنا معي بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه شو أكتب؟ اكتب اعلى شهاده وصلت لها، هم طالبين ثانويه عامه كحد ادنى، لو معك دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه، اكتب معي بكالوريوس، اكتب معي دكتوراه عادي، لو واحد قال انا ما معي لغه عادي، تعال بفرجها الله، هم متعودين يجيهم مهاجرين جدد كل يوم وعندهم 100 طريقه وعندهم 100 منظمه وعندهم 100 جهه بتساعد المهاجر الجديد وفي مراكز بتعطي دورات لغه، حط ببالك انه طبيعي الموقع يعلق لانه في عشرات الملايين من البشر بيقدموا في نفس اللحظه، فبدك تظل تقدم يعلق يلغي الطلب يقدم يعلق ما يقبلوش ترجع تعيد بدك تظل كل يوم تحاول خمس ست مرات الى ان تصل لمرحله سبميت انه كبسة تقديم الطلب انتهى وعرفت انه طلبك وصلهم في ناس بيقول لي طب ممكن اقدم اكثر من طلب لو من الاول ما انقبل الثاني بينقبل هو تقنيا ممكن لكن قانونيا ممنوع لو الطلبين متطابقين تماما نفس الاسم ونفس العنوان ونفس رقم التليفون ونفس الايميل ونفس الصوره الشخصيه الكمبيوتر راح يعرف وراح يلغي الطلبين وريح راسه لكن بعض الناس ايش بيعمل مثلا انا اسمي محمد ناصر بكتب ناصر بالاي في طلب بكتب ناصر بالاي في طلب بكتب ناصر دبل اس في طلب اي واحد من قبل بروح على الاحوال المدنيه بجدد الجواز مع تعديل الاسم هو تقنياً ممكن لكن قانونيا يعني تعتبر شهاده زور او تعتبر تزوير لازم تكتب اسمك زي ما هو في جواز السفر بالحرف مش تكتب اي بدل الاي او دبل اس بدل 1 اس لو حرف واحد زياده او ناقص بكل بساطه الكمبيوتر راح يلغيه مش راح يصل للمرحلة الثانية أصلا طب لو أنا كتبت الاسم بخطأ يعني حطيت إيه بدل الآي وفي الأخير انقبلت إيش بعمل بكل بساطة بتروح بتجدد جواز صفر بعشرين ثلاثين دينار وخلص العنوان أهم إشي الكل بيقول لي شو العنوان اللي احطه بدك تحط العنوان اللي انت بالعاده بتستلم عليه رسائلك طرودك لما توسع على من الانترنت وين بيجيك والى اخره حط عنوانك الاصلي اللي كنت فيه في بلدك اللي ابوك وامك لسه قاعدين فيه لو انت مقيم في دبي او في السعوديه او في قطر معك اقامه دائمه انت مثلا دكتور او ممرض او شو ما كان انت مقيم عندهم بشكل دائم يعني بالعربي لو صارت المقابلة راح تقابل في دبي أو في قطر أو في السعودية خلص حط عنوانك اللي في الخليج طيب راح يطلبوا منك لو نجحت بالمقابلة عنوان جوا أمريكا عشان أول ما توصل أمريكا بعدها أسبوعين ثلاثة راح يوصلك شيء اسمه الجرين كارد اللي هي الإقامة الدائمة هذا العنوان من وين بدي أجيبه بكل بساطة لو أنت قابلت وانقبلت قبلت والفيزا بجيبتك وعارف أنت بدك تسافر في برامج كثير على النت بتلاقي فيها بيوت للبيع زي مثلا اير بي ام زي مثلا زيلو بتشوف لك بيت تبعت لصاحب البيت اونلاين اجار شهر او شهرين مقدم خلص هذا صار عنوانك الدائم وبتبعت هذا العنوان للسفارة نصيحة من السفارة نفسها ونصيحة مني اوعى تقدم عن طريق مكتب لانه ممكن يغلطوا غلط في الطلب يخربوا لك بيتك لانه ممكن يعمل شغل معين بحيث انه يستفيد منك ممكن يقول لك اخر الطلب بيطلع لك كونفرميشن نمبر هذا الرقم لازم تحفظه زي اسمك لانه لما يطلع اسماء المقبولين تقدرش تستفسر عن القبول الا تحط الكونفرميشن نمبر اللي كان في اخر الطلب بعض المكاتب شو بتسوي بتخلي الكونفرميشن نمبر عندها لما تيجي تسال انقبلت ولا لا بقول لك هات الحلاوه بالاول اعطيني مثلا 10 دنانير بقول لك انقبلت ولا لا بدك تضل فوق راسه وتشوف بعبي الطلب صح ولا غلط في اسمك غلط في عنوانك غلط في رقم تليفونك وبالاخير تقول له اعطيني الكونفرميشن نمبر انا بدي اكشف على اسمي لما في اعلان للمقبولين، لو انت ما بتعرفش تكتب بالانجليزي بكل بساطه حول المتصفح للعربيه عشان كل الطلب بيظهر بالعربي، بس الخانات هي كلها الاسم والعنوان وغيره بدك تعبيها بالانجليزي، لقدام بفهمك كيف في فيديو لحال كيف تعبي الطلب. كل طلب مسموح لك تعبي نص ساعة بعدها راح يغلق تلقائي فلازم تكون سريع طبعا هذا الوقت أكثر من لو أنت شاطر وبتفهم إنجليزي وعارف شو بدهم بالعادة طلب بأخذ ست سبع دقائق لو كان الموقع معلق كثير بكل بساطة انتقل من متصفح انترنت لمتصفح لم آخر ما زبط معك جوجل كروم انتقل لشيء ثاني بعد تعبئة الطلب راح يعطوك شيء اسمه كونفيرميشن نمبر رقم طويل 14 أو 15 خانة أوله السنة اللي راح تسافر فيها فرح يكون الطلب أوله 2026 هاي السنة احفظوا بأي طريقة هذا الرقم انسى اسمك ولا تنساه لأنه فيش طريقة بالدنيا تعرف ان قبلته ولا لا إلا عن طريق هذا الرقم اكتبوا على ورقة اكتب على الثلاجة احفر على الحيط صور على التلفون انشروا على الفيسبوك انشروا على تويتر المهم ما ينمسح بأي طريقة لأنه لو ضيعته مستحيل تعرف إن قبلته ولا لا لو عندك قرايب أو أصحاب في أمريكا لا تشتغل فيهم أنا جاي السنة الجاي دبروا لي شغل لقوا وظيفة دبروا لي عقد عمل وانت لسه ما عرفت حالك مقبول ولا لا نصيحة اترك أي شيء بضيع وقتك وبستنزف مجهودك سيبك من الهبل تبع الفيسبوك وسيبك من الكلام والنقاشات اللي ما إلها داعي على التيك توك وسيبك من المقاطع الطريفة والفوتبول اللي بتشوفه على اليوتيوب لأنه أنت هسه بتجهز لسفر اشتغل بدل الشغل عشرة لأنه السفر بده فلوس وفلوس كثيرة كمان لو ما معك فلوس اجمع فلوس قد ما تقدر لا تصدق اللي بقول لك انه لما تنقبل راح يعطوك بيت وفلوس وسياره ومصاري تصرف حالك اول شهر ووظيفه وعروس كمان شوي لا هم بيعطوك بس حق دخول الولايات المتحده الامريكيه انا معطيك جرين كارد يعني مسموح لك تدخل البلد ومسموح لك تشتغل فيها بعد هيك هاي مشكلتك تدور على شغل تتعلم صنعه جديده انت حر اول ما تصل راح يعطوك شيء اسمه دليل المهاجر الجديد موجود على موقع السفاره الامريكيه بكل اللغات على الانترنت اكتب موقع السفارة الامريكية في عمان او في قطر او في السعودية او في اي مكان اكتب دليل المهاجر الجديد راح تلاقي مكتوب جنبي كل لغات الدنيا اكبس العربية بنزل لك اقرأ بلاش لو انقبلت راح يطلبوا منك كفيل او ضامن داخل امريكا عشان يضمنوا انك تشتغل اول ما توصل امريكا مش تنام بالشارع وتقول انا بدي معونات وانا صرت عندكم أنت مواطن انتم مجبورين فيا بالقانون الامريكي انت لما تيجي على فيزه القرعه العشوائيه هاي ممنوع تطلب معونات اول خمس سنوات ليش اول خمس سنوات لانه بعد الخمس سنوات بتصير مواطن بعدها بحق لك تطلب معونات هذا الضامن من وين اجيبه؟ بكل بساطة فوت على أي جروب اسمها المصريين في أمريكا، العرب في أمريكا، الأردنيين في أمريكا، طبعًا هذا الكلام لما تضمن أنك انقبلت. أنا الشهر الجاي جاي على أمريكا وبدي ضامن عشان أعبي الطلب، فأي واحد بعطيك اسمه وعنوانه وبتعبي الطلب، لو قال لك هات 50 دولار، 100 دولار مش مشكلة ما أنت لما تروح هناك بتطلعهم في ساعتين زمن. بعد القبول والسفر مسموح لك تعمل في أمريكا أي شيء، تشتغل، تأجر، تستأجر، تبيع، تقسط، إلا شغلة واحدة إنك تصير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو تترشح للرئاسة ممكن بعد خمس سنوات لما يصير معك الجنسية تقدر تصوت للرئيس تختار الرئيس لكن عشان تترشح لرئاسة أمريكا لازم يكون أنت مولود في أمريكا أو صار لك فيها عشرة أو خمسة عشر سنة بعرفش في رقم كبير زي هيك بس أنت أول ما تيجي أو بعد خمس سنين ما راح تقدر يمكن ابنك يقدر ممكن تكون نائب في الكونغرس محافظ المدينة، عمدة الولاية، بس رئيس أمريكا مش معقول، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول استناني بالفيديو الجاي رح أجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة حول هجرة القرعة العشوائية لأمريكا بكرة في نفس الساعة إن شاء الله.